هذا الوصف على هذه الظاهرة وهذا الفعل، هي من الكبائر التي تدخل صاحبها النار وتخلده فيه، استنادا إلى النصوص الشرعية في القرآن الكريم. وعليه فإن تحريم الانتحار جاء من إزهاق الروح التي وهبها الله سبحانه وتعالى، والتي متعها في كثير من الحقوق التي أحلها لنا الله سبحانه وتعالى في الحياة. هذه الروح أو هذا الجسد الذي هو يمثل أمانة يحملها الإنسان على عاتقه، مراعاتها من جانب الراحة والصحة وممارسة الأفعال والواجبات الدينية والأخلاقية التي هي تعمل على بناء وتعمل، ولا سيما أن الإنسان الذي يشكل ركن أساسي في وسط حياته وكثير من الأعمال المتعلقة أصبح انتشار هذه الظاهرة ومبررات هي لا تمت إلى الواقع الحقيقي اللي إحنا دائما نبحث إليه ونبحث وندعو نعمل على توعية المجتمع بهذه الواجبات والحقوق التي هي واجبات على الإنسان وحقوق الإنسان على هذه الحياة. ظاهرة بدأت تنتشر وتأخذ حيز كبير، كنا في السابق نسمع عن هذه الظاهرة، لكن بتطور الحياة وتطور مفاهيمها والتطور التكنولوجي الذي أصبح اجتمع وأخذ الجانب السلبي من هذه التقنيات والتطورات التي أصابت المجتمع والعالم بأسره، بهذه الظاهرة السلبية هي أينما وجدت، هي سلبية سواء كانت في مجتمعاتنا العربية الإسلامية أو مجتمعات الدول الأخرى التي تنتشر في العالم بأسر. جغرافية العالم بهذه الظواهر هي جغرافيا واحدة تتأثر وتؤثر في كل أنحاء العالم. الآن إحنا عندما نشاهد هذه الظاهرة سواء كانت في البلدان وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال النشرات الأخبارية، هي تؤثر على مجتمعنا كثير، من وخصوصا أنه كثير من الأفراد يكتسبون أو يشاهدون أو يحاولوا أن هذه الثقافات التي هي ثقافة دخيلة على مجتمعنا. هذه الجانب السلبي المؤثر اللي يعمل على اكتسابه وتنميته، وخصوصا عندما تنمي هذه الأذهان وأفكار كثير من شبابنا اليوم. العلم والتكنولوجيا سواء كان الجانب الديني أو الجانب السلوك الفرد في مجتمعاتنا والتكنولوجيا، بالعكس أن الجانب الإسلامي أو الجانب الشرعي هو يدعو إلى العلم والتنور بالعلم والتنور بكل وسائل الحضارة والتقنيات. كذلك سلوك الأفراد داخل المجتمعات وعاداتهم وتقاليدهم المكتسبة هي لا تتعارض مع التكنولوجيا والتطور، ولا سيما أن التطور هو واحدة من أهم الصفات الموجودة في المجتمع، فالإنسان الذي هو يتعلم منذ مرحلة الطفولة وصولا إلى مرحلة النضج أو الشيخوخة وهذه المراحل التي يمر بها الإنسان. وبالتالي أنه إحنا دائما نركز أو نعمل على إبراز وتنمية هذه الأفكار السلبية التي هي تهدم المجتمع، تهدم المجتمع من خلال استهداف فئة مهمة من المجتمع وهي فئة الشباب والتي هي تراكمت السلبيات في بناء شخصيتهم وبناء سلوكهم، وبالتالي أصبحت هذه الظاهرة، ظاهرة الانتحار، هي النتيجة الحتمية التي ينتظرها الإنسان الذي تنمى أو اكتسب صفات هي صفات غير صحيحة أو صفات غير صحيحة وصفات تنطوي على أفكار متطرفة. هذه الأفكار المتطرفة التي تعمل على إنهاء حياته، وبالتالي يؤثر على أسرته بالدرجة الأولى ويؤثر على المجتمع الذي ينتمي إليه.
احنا نعرف اساتذه الكرام او الحضور الكريم، احنا نعرف انه كل مجتمع هو يتمتع قوه، تعتمد قوه المجتمع على قوه الشباب وقوه ما موجود من طاقات شابه، واستثمار هذه الطاقات الشابه ببناء وتطوير المجتمع، وبالتالي عندما تكون استهداف هذه الفئه نحو هذه الظاهره السلبيه هي التي تعمل على يعني اضعاف المجتمع وبالتالي القضاء على الكثير من القدرات التي يتمتع بها. واجبنا احنا كمؤسسات تعليميه واهتمامنا بهذا الامر. احنا نمتلك بالجغرافيا كثير من المفاهيم، نمتلك في الجغرافيا كثير من المعالم والبحوث والدراسات، ممكن ان نركز على هذه البحوث، لكن اختيار هذه المواضيع هو يمس حياه الفرد والمجتمع، وبالتالي التركيز على هذه الجوانب وابرازها حتى نعطي لكثير من أفراد المجتمع ونعمل على إبراز الجوانب السلبية لهذه الظاهرة حتى تكون مؤثرة، أو نكون هذه المؤسسات التعليمية تكون مؤثرة في بناء المجتمع نحو أو تصويب بناء المجتمع نحو الطريق الصحيح، وتجنيب العادات الكثير من العادات السلبية التي ممكن للشباب أو ممكن لجزء من أفراد المجتمع أن ينهجوا في تطبيق هذه الظاهرة. كثير أسباب هذه الظاهرة، وممكن أن نعطي لحضراتكم أو أهم الأسباب التي تدفع نحو هذه الظاهرة أو هذه الجريمة التي يمكن أن نصف بهذا الوصف. منها هو النقاط التي هي تكون لها أثر في الحد من هذه الظاهرة، هو أن يمتلك الشخص الإيمان الكامل بالله سبحانه وتعالى بالرزق بكثير من الأساسيات التي وبالصبر وبالتحمل وبالطاقة وكثير من التي يمكن أن الإنسان الذي يمتلك الشعلة أو الشعلة التي تنير إليه الطريق وتجنب هذه العادات أو هذه العادات السلبية. الإيمان بالله تعالى يقول الخطوات في الإنسان أو الفرد في المجتمع سوف يتجنب الكثير من السلبيات التي ممكن أن تقود إلى الهلاك، وبالتالي بالتالي فقدانه أو خسارته الكبرى التي هي تخليده في النار التي وعده الله سبحانه وتعالى بها. كذلك واحدة من العوامل التي تقود إلى الانتحار هي المشاكل النفسية، ولا سيما أن كثير من يعانون من المشاكل النفسية من مثل الاكتئاب والقلق، فضلا عن الضغوطات النفسية المختلفة الموجودة في المجتمع، هي واحدة من الأسباب التي تقود الفرد نحو الانتحار. وبالتالي احنا لابد أن تشترك هذه المؤسسات التعليمية في وضع برنامج راح ناخذ إن شاء الله نوضح له بالمحاضرة القادمة، نوضح عن كيفية تصنيف الأشخاص الذين يحملون أفكار تميل نحو الانتحار وكيفية الحد من أمور الظاهرة بطريقة علمية ممكن أن تحد من آثار هذه الظاهرة أو هذه الجريمة. واحدة من الدوافع التي ممكن أن تقود الفرد نحو الهلاك أو نحو هذه الجريمة هي جريمة الانتحار، هي المشاكل الاجتماعية والضغوطات التي يتعرض لها الفرد، مثل التفكك الأسري، مثل العلاقات الزوجية الفاشلة، وكثير من ما يصيب الفرد والأسر اليوم هي ناتج عن هذه الظاهرة أو عن هذا السبب بالتحديد.
نجد كثير من الشباب من يعانون، أو كثير من أفراد المجتمع بصورة عامة من يعانون من مشاكل اجتماعية. هذه المشاكل الاجتماعية على الرغم من بساطتها وممكن الفرد أن يتخطاها إذا ما اتحدت كل القوى التي قوى الأسرة في معالجة هذه الظاهرة، ولا سيما أن كثير من أسباب هذه المشاكل هي ممكن أن تكون بسيطة ويمكن معالجتها بطريقة تضمن بقاء اتحاد الأسرة وعدم تفككها، وبالتالي تشظي هذه الأسرة وتفككها وراح يقود إلى مشاكل اجتماعية. هذه المشاكل الاجتماعية لها مردود، ولا سيما نجد اليوم كثير من أسباب الجريمة التي تنتشر في المدن هي واحدة منها المشاكل الاجتماعية التي يمر بها الفرد. المشاكل الاجتماعية والتفكك الأسري، إذا ما وجد التفكك الأسري منذ طفولة الطفل أو منذ فترة الطفولة لدى الكثير من الأسر، سوف يعمل على تنشئة أفراد في المجتمع يحملون أفكار متطرفة، ومن خلال مشاهدتهم لكثير من المشكلات التي تحدث ما بين الأب والأم وانعكاسها على مستوى تفكير الطلبة. وإذا شاهد أو تبحث في كثير من الدراسات التي اختصت بهذه الظاهرة وبظواهر أخرى، ظواهر سلبية أخرى في المجتمع، تجد أن الأشخاص اللي لديهم رغبة في كثير من هذه المشكلات، سواء كانت الانتحار أو المشكلات الأخرى التي موجودة في المجتمع، تجد أن هذه الميول المتطرفة هي تم تنشئة الطفل عليها منذ مرحلة الطفولة، ثم مرحلة الشباب، ثم المراحل العمرية التي تلتها. تجد أن هذا الطفل يحمل أفكار متطرفة في مرحلة الدراسة الابتدائية. تجد، وإحنا شاهدنا، كنا طلاب في المراحل الابتدائية، شاهدنا كثير من زملائنا اللي أصبحوا الآن سواء كانت لديهم مشاكل غير هذه المشكلة أو انعكاس لتصرفاتهم السلبية في المجتمع، هم تنشأوا من أو نشأوا على هذه التصرفات منذ مراحلهم العمرية الأولى، وبالتالي انعكست على طبيعة تصرفاتهم عندما وصلوا إلى هذه المراحل. واحدة من الأسباب الأخرى هي الفقر والبطالة والديون، لا سيما أن هذه المشاكل هي مشاكل احنا نختص بها بالجغرافيا، ناخذها في جغرافيا السكان. او مشكلة الفقر هي مشكلة كبيرة جدا تشترك فيها اطراف متعددة، عدم توفر عمل، بالتالي راح يمتلك اسرة الفرد، بالتالي راح يقود الى عدم توفر العمل، عدم توفر الاموال، عدم راح يقود إلى الفقر، بالتالي الفقر راح يقود إلى أن يصبح مديون. هذه الديون التي تتراكم ولا يمتلك حلول الفرد، وبالتالي يلجأ إلى هذه الوسيلة، ليعتقد أن هذه الوسيلة هو سوف يتخلص من هذه المشاكل اللي وصل حاله أو وقع فيها من خلال الحياة وظروف الحياة وظروف المعيشة التي يمارسها في حياته اليومية. ولكن هو لا يمتلك الرؤية الشاملة، أنه هو زاد من تعقيد هذه المشكلة، ولا سيما أن إذا كان يمتلك أسرة وأطفال وهو معيل لهذه الأسرة، وبالتالي أصبحت هذه الأسرة بدون معيل، وبالتالي أصبحت هذه الأسرة هي أيضا مهيئة للضياع، ولا سيما ما نشاهده من صعوبة الحياة وارتفاع تكاليف الحياة، وبالتالي ممكن أن يصبحوا أفراد أو أبناء هذا الرجل اللي سار أو ذهب بهذه الجريمة، هم عرضة لأن يصبحوا في المستقبل القريب هم أشخاص غير جيدين في المجتمع، وبالتالي هو عمل على هدم الأسرة، وبالتالي هدم المجتمع كنتيجة حتمية نوصل إليه. ظاهرة أخرى هي من أسباب هذه الجريمة هي المخدرات، وإحنا
كقسم جغرافيا أخذنا ندوة عن ظاهرة المخدرات، ووضحنا بها أثر هذه الآفة التي أصبحت تهدم المجتمع، ولا سيما أنه أصبحت هذه الآفة هي عبارة عن تجارة منظمة تقودها عصابات. هذه العصابات هي تبحث عن الربح، وبالتالي لا يهمها أي مبادئ من مبادئ الدين ومبادئ الإنسانية ومبادئ المجتمع، ولا تهتم إلى بناء هذا المجتمع ليكون مجتمع صالح، وبالتالي هو الهدف منها هو تحقيق الأرباح. وعرضنا بهذه الندوة آثار المخدرات التي أصبحت آفة تحرق كل المجتمع، وبالتالي ليس المتعاطي فحسب، إنما كل أفراد المجتمع الآن متأثرين بالآثار السلبية أو النتيجة السلبية لظاهرة المخدرات. كثير من المتعاطين للمخدرات هم يقودون نحو الهلاك، سواء كان عن طريق الانتحار أو عن طريق الإدمان، وبالتالي تعرضهم إلى كثير من المخاطر، سواء كانت المخاطر الصحية والمخاطر الأمنية. هذه الأسباب اللي تناولناها، أسباب أخرى هذه متعددة في وضع حلول وتجزئة هذه الأسباب وبالتالي معالجتها. كل جهة تضع جهة مسؤولة عن تأمين أو القضاء عن هذا السبب، بالتالي راح يأمن أنه إحنا نقلل نسبة الإدمان. إذا ما توفر الإرشاد الديني الصحيح البعيد عن التطرف، يهدف إلى بناء المجتمع وبناء زرع روح الثقافة الدينية وثقافة التسامح وثقافة المحبة وثقافة الاحترام وثقافة العلم والدفع نحو المؤسسات التعليمية واحترام المعلم والمدرس واحترام الطبيب واحترام رجل الأمن واحترام رجل القانون واحترام الرجل أو الكبير بالسن واحترام الأم، سوف نعمل على تهيئة جيل واعي. هذا الجيل الواعي بمفاهيم الحياة الصحيحة، مفاهيم الحياة الصحيحة، الأسس الصحيحة لبناء مجتمع صحيح سليم خالي من المشكلات. احنا نتكلم عن هذه الجريمة نقصد فقط نجد كثير من المتعلمين اللي يحملون شهادات ويحملون ثقافة ينهجون هذا النهج هو نحو جريمة الانتحار بفعل العوامل الأخرى، سواء كانت الديون أو الفقر أو المشاكل الاجتماعية التي يتعرض لها كل إنسان سواء كان متعلم أو غير متعلم. إذا ما وجدنا اهتمام بالأشخاص الذين يمتلكون مشاكل نفسية، ولا سيما أن المشاكل النفسية التي يتعرض لها الفرد هي ليست ظاهرة سلبية، إنما هو العلوم النفسية والتربوية هي فرع مهم من فروع العلم والمعرفة والثقافة في المجتمع. ليتعلم هذه العلوم وأصولها وكيف يتعلم كيفية قراءة أفكار الإنسان والتعامل مع الأفراد. إحنا تعلمنا على أساتذتنا أنه أهم مبدأ أنه أنت من تدرس، إحنا هسه الآن ندرس طلاب، من ندرس طلاب نشاهد الفروق الفردية. ممكن أنه الشخص يحفظ المادة من قراءة واحدة، ممكن شخص من 10 مرات يلا يحفظ. فأنت دورك في المجتمع أنه أنت تراعي الفروق الفردية بين المتعلم بين الفاهم بين الذي يمتلك الرؤية البعيدة أو النظر البعيدة وبين من لا يمتلك الصبر والتحمل والقوة والثقافة وكثير من الصفات الإنسانية. مراعاة الفروق الفردية هي واحدة من أهم الوسائل المهمة في نجاح أي عمل، سواء كان في التعليم أو في العمل أو في حتى في الأسرة. الآن نجد أنه الاهتمام بالأشخاص، إذا ما كان عندك أحد أفراد أسرتك متعرض إلى وعكة صحية
يحتاج إلى الاهتمام والرعاية، كذلك الذين يمتلكون المشاكل النفسية يحتاجون إلى الرعاية، أنه إحنا نعمل على رعايتهم بطريقة تكون تليق بهذا الفرد بالأسرة، وتعمل على رفع من شأنه، وبالتالي امتصاص هذه المشكلة ومعالجتها بطريقة تضمن بقاء هذا الفرد في الأسرة بشكل فعال، ونستمع إلى آرائه ونشاركه بأعمالنا، ونستمع إلى نعطيه دور ونعطيه مجال للخطأ ومجال لممارسة الحياة بطريقة تضمن بقاءه كفرد من أفراد المجتمع، وليس فرد فقط إنما فرد صالح يعمل على بناء المجتمع. المشاكل الاجتماعية كثير من أهم صفة للتغلب عليها أنه كل الأفراد في المجتمع معرضين إلى أن تحصل لديهم الكثير من المشكلات. أولى الخطوات للنجاح في هذه المشكلة أو هذه العقبة أو هذه النقطة التي هي الآن أصبحت لها أثر سلبي في المجتمع هو أن يمتلك الإنسان الصبر، وأن يمتلك الإنسان التحمل، أن يمتلك الإنسان أنه يقلل من تجاوز أو عبور هذه المشكلة، تجاوزها ونسيان كثير من الهموم التي يحملها الأفراد في المجتمع. لا توجد إنسان في المجتمع لا يحمل الهم ولا يحمل لا ليس لديه مشاكل، وبالتالي أنه الصبر والتحمل وكيفية التعامل هي في معالجة أو التخلص من هذه المشكلة. الفقر والبطالة. الآن مثلا هذه النقطة تشترك فيها جهات متعددة، منها تشترك منها الجهات الإدارية أو السلطة الإدارية، وتشترك فيها الأسرة، وتشترك فيها المجتمع بأجمله. إذا كانت الفقر والبطالة هي واحدة من أهم لها من خلال مشاهدة إحصائيات الانتحار في سواء كان في بلدنا أو في بلدان العالم، نشاهد أنه أهم مبرر لا يمال لتلبية متطلبات الحياة الموجودة، متطلبات الحياة التي أصبحت كثيرة ومتعددة. لكن بإمكانك أنه أنت تتغلب على هذه الظاهرة بالعمل. كثير من أصحاب الشهادات العليا اللي يمتلكون شهادات عليا هم يعملون خارج إطار تخصصاتهم ومكان عملهم الصحيح، وبالتالي لتوفير متطلبات الحياة. يقول لك أنه أنا صاحب عائلة، أبقى أنه أنا حامل شهادة عليا وأبقى جالس في المنزل وأنا أمر في عوز مادي، وبالتالي أنه الإنسان يبحث عن عمل. الله سبحانه وتعالى يرزق كل الناس أجمعين، ليس الرزق محدود لفئة دون فئة أخرى، لكن يحتاج من الإنسان أن يسعى للبحث عن عمل وتحمل مشاق الحياة. أنت الآن أصبحت رب أسرة، مطلوب من عندك متطلبات الحياة تحتاجها، لابد أن تسعى وتجتهد وتعمل وتتحمل كل ظروف الحياة الصعبة لتأمين متطلبات الحياة لأسرتك. هذه الأسرة التي هي تشكل أنت نبراس لها في دفعهم نحو العلم والتعليم، كذلك تنميتهم وبناهم بناء صحيح وفق أسس المجتمع الدينية والاجتماعية. هذه الأسباب اللي ذكرناها هي أسباب تؤثر أو تدفع الفرد نحو ظاهرة الانتحار. كذلك هنالك أسباب أخرى هي لا تقل أهمية عن هذه الأسباب، منها
الاهتمام او الاطلاع على ثقافات غربية، هذه الثقافات الغربية، ويختصر الانسان كل الثقافة والعلم والمعرفة الموجودة في بلاد الغرب بسلوك غير سوي، وهو نحو الان احنا نطلع على الثقافة الاوروبية على سبيل المثال. هذه الثقافة الأوروبية التي بها العلم والمعرفة وبها احترام القانون واحترام الفرد، نترك كل هذه الأمور ونذهب نحو العادات اللي غير صحيحة. احنا نقصد نحن الأفراد اللي هم يعملون على أو يمتلكون الأفكار المتطرفة، سواء كانت نحو الانتحار أو نحو الأفكار الأخرى التي هي تهدم المجتمع، والذين هم لا يشكلون نسبة عالية من المجتمع، إنما أثرهم البالغ في نفوسنا كأفراد في المجتمع ونشاهد آثارهم. المجتمع العربي، المجتمع الإسلامي، المجتمع العراقي هو من المجتمعات المحافظة اللي يمتلك الثقافة الدينية والثقافة الاجتماعية العالية، واللي وارثناها من آبائنا وأجدادنا، واللي إحنا الآن تعلمناها من أساتذتنا، والآن نشاهد هذه الثقافة بأعلى صورة من خلال الالتزام الاجتماعي الموجود في مدننا. ولكن هذه الآثار ونتائجها هي على الرغم من قلتها وعلى الرغم من أثرها، رغم من قلتها لكن أثرها هو بالغ في نفوسنا، وخاصة أن هذه كثير من الظواهر السلبية ومنها ظاهرة الانتحار هي ظواهر دخيلة على مجتمعاتنا التي هي مجتمعات محافظة، مجتمعات تمتلك هذه الثقافة والعلم والمعرفة اللي هي كان ولا زال العراق هو منبر من منابر العلم والمعرفة. شهد المجتمع على الرغم من هذه الكلام اللي تكلمنا، لكن وجود دراسات أثبتت، أنه دراسات جغرافية أثبتت وجود ظاهرة الانتحار وانتشار متدنى. هذه الظاهرة هي لا تنحصر لا يقتصر دورها على الشباب فقط، إنما على أو على الذكور فقط، إنما هي الذكور والإناث، كل ما موجود في المجتمع هو متأثر بهذه الظاهرة. هذا بالنسبة للأسباب اللي تدفع بالفرد، إضافة إلى أسباب أخرى. هذه الأسباب الأخرى اللي تساهم في الدفع نحو الانتحار، منها كثير من الأبحاث أو الدراسات اللي طلعنا عليها هي واللي تبرر أو يبرر الأفراد اللي يسلكون هذه الجريمة، منها الاعتداءات اللي تعرض لها، الاعتداءات الجنسية اللي تعرض لها الفرد. واحد من الأسباب اللي تدفع بنحو هذه الظاهرة أو تكون نتيجة لهذه الأعمال، كذلك إعلام خاصة المحتوى اللي يعرض خاصة الاجتماعي واللي أصبح محتوى مؤثر في المجتمع. نشاهد أنه هذا المحتوى هو محتوى كثير من هذا المحتوى، كثير وليس جميع المحتوى، وكثير من هذا المحتوى محتوى مؤثر بطريقة سلبية. هذا التأثير بطريقة سلبية لا سيما بهذا حجم التواصل الموجود حول العالم، واللي كثير من الجهات أو كثير من المؤسسات التي لها المصلحة في نشر هذه الأفكار السلبية هي الآن تغذي هذه المنصات وهذه الوسائل التواصل الاجتماعي في أفكار متطرفة تعمل على هدم المجتمع وإبعاد المجتمع عن التربية والتعليم، وقضاء معظم الأوقات والتصفح بهذه المواقع
وبالتالي القضاء على القراءة، القضاء على الاطلاع، القضاء على المعرفة، اللي لو توفرت مجال لاطلاع الأفراد عليها لساهمت في بناء المجتمع بطريقة مؤثرة. الآن إحنا كنا في الفترة الماضية كنا طلاب، كنا نعمل على تخصيص وقت كبير للقراءة. اليوم نشاهد الطلاب اللي إحنا ندرسهم في الجامعات أو أخوتنا أو أقاربنا، نشاهد إنه درجة ارتباطه بالهاتف المحمول ارتباط وثيق لا يمكن الاستغناء عليه بأي وقت من الأوقات. وصل الحال إنه يحمل المحمول وهذه الوسائل التواصل الاجتماعي في كل مكان، حتى في أوقات التعبد والصلاة. هذه الآثار أو درجة اندماج الفرد نحو هذه الآثار ساهمت في اكتساب كثير من أفراد المجتمع الذين لا يمتلكون المعرفة بالآثار السلبية لهذه الظاهرة امتلاكهم كثير من العادات. ولهذا أصبحنا نشاهد مثلا شاهد كثير من قصات الشعر، كثير من العادات المكتسبة من هذه الوسائل التواصل على سبيل كل دول العالم تعمل على الاستفادة من هذه الوسائل في تصدير ثقافتها وتصدير تصدير ما تمتلك من ممتلكات، سواء كانت معالم جغرافية أو معالم سياحية للاستفادة منها. لكن في بلداننا أو في بلدنا نجد أن وسائل التواصل الاجتماعي هي موجهة نحو هدم فئة الشباب، والفئة الشباب نقصد بها هي قوة المجتمع. عندما تكون فئة الشباب هي فئة ذات أثر مهم في بناء وتطوير المجتمع، سوف نجد هذه النتائج هذا في كثير من المحافل حول في مفاصل الحياة اللي نمارسها. على سبيل المثال واحدة من المواد اللي احنا نهتم بها مثلا كانت في الأنشطة في قسم من أقسام السياحة أو كلية الآثار، واحدة من المواد هي الإعلان والترويج. نشاهد إنه الآن مثلا جار العراق تركيا في فترة من الفترات تم عرض كثير من المسلسلات والأفلام اللي شاهدها كل المجتمع العربي. الشاهد انه جزء انه قصة المسلسل او الفيلم في اتجاه، وتجد ان المخرج يعرض جمال الطبيعة الخلابة وطبيعة البيئة الجغرافية والتي كانت عامل من عوامل دفع كثير من السياح للذهاب الى تركيا والتمتع بهذه المناظر وبالتالي جلب العملة الصعبة. وبالتالي نجد ان وسائل التواصل الاجتماعي او الإعلام تم الاستفادة منه بطريقة لبناء قدرة المجتمع، وبالتالي أنه ليس كل هذه المفاصل هي لها أثر سلبي، لكن ما نجد اليوم إحنا من هذه الوسائل واكتسابنا للعادات والتقاليد التي هي دخيلة لمجتمعنا، نجد أن الآثار اللي إحنا نلمسها في الواقع هي آثار سلبية تقود إلى الانتحار وتقود إلى كثير من المشكلات. كثير من المشكلات التي هي تكون بداية لمشكلة أكبر. الآن مثلا الإدمان على المخدرات أو التجارة بالمخدرات تقود إلى الهلاك والانتحار. نجد أن كثير من تجار المخدرات والمتعاطين عندما تلاحقهم القوات الأمنية أنه آخر الحلول اللي يمتلكها هو أن ينتحر وعدم تسليم نفسه إلى الجهات القانونية أو الجهات الحكومية أو جهات الدولة التي هي راعي القانون وحفظه وراعي الشعب ومؤسساته. وبالتالي انه هذه المشكلات الاجتماعية والنفسية ما موجود اذا كانت صغيرة او كبيرة هي راح تقودنا الى مشكلة اكبر، والمشكلة الاكبر راح تعمل على هدم المجتمع. انتحار الاب راح يؤدي الى ضياع الاسرة، ضياع الاسرة راح يؤدي الى ضياع المجتمع. وبالتالي في كل الحالات نحن نخسر جزء مهم من أدوات النجاح إذا ما توفرت بطريقة أو إذا ما تم صياغتها بطريقة أخرى في المجتمع.
لهذا الحد أنا أكتفي بهذا القدر باليوم الأول لدورتنا. الآن أفتح المجال لأخي وزميلي دكتور إسماعيل إذا كانت لديه إضافة، فليتفضل. مشكور. شكرا جزيلا دكتور مهند، وبارك الله فيك على هذه المحاضرة القيمة، وطبعا محاضرتك كانت جميلة جدا، جزاك الله ألف خير. وإن شاء الله نتمنى من السيدات والسادة الحضور أن استفادوا من هذه الظاهرة الخطرة والدخيلة على مجتمعنا. طبعا أنت أضفت يا أخي وزميلي دكتور مهند يعني بكل ما يعني وثيق من معلومات عن هذه الظاهرة الخطرة، ظاهرة الانتحار وانتشارها مو فقط في يعني في العراق مثلا، في الوطن العربي أو في العالم، لأنها ظاهرة خطرة ولها تبعات يعني اجتماعية اقتصادية في من كل النواحي. اليوم احنا يعني تقريبا في الدورة، إن شاء الله احنا عندنا بكرة أيضا آنية في أكمل إن شاء الله ما تبقى من الدورة، اليوم الخميس طبعا على نفس الوقت الساعة إن شاء الله الساعة 9، ونتمنى للحضور إن شاء الله، نشكرهم على هذا حضورهم ونتمنى لهم كل الخير، جزاهم الله. هذا محمد تسمعني؟ انتظر استاذ محمد حتى ينزل رابط الحضور مال اليوم. دكتور اسماعيل، دكتور مهند، بارك الله فيكما لتقديم هذه المحاضرة. الآن نفتح باب الأسئلة والاستفسارات للحضور الكرام. أعزائي المشاركين الكرام، بالإمكان كتابة أسئلتكم واستفساراتكم عبر الشات لطفا. دكتور اسماعيل، دكتور مهند، إذا ممكن الشات في حال ورود أي سؤال. هي تمام سالم. أعزائي المشاركين الكرام، هل لديكم أسئلة قبلها؟ للتذكير غدا إن شاء الله تعالى في الموعد نفسه تمام الساعة 9 مساء المحاضرة الثانية والأخيرة من هذه الدورة. شكرا أستاذ محمد، بارك الله فيك. شكرا جزيلا أستاذ محمد، نشكر الحضور جميعا، نتمنى لهم بارك الله الموفقية فيكم. يا رب. ربي يبارك فيكم. إذا ممكن سؤال في الشات إذا ممكن الإجابة عنه. أين؟ تفضل.
شنو السؤال أستاذ محمد؟ موجود بالشات من أستاذ سعد، متى يمكن أن نسمي أي حالة اجتماعية كالانتحار أو غيره؟ متى يمكن أن نسميها ظاهرة؟ نسميها ظاهرة، احنا نسميها ظاهرة بمفهومنا الجغرافي استاذنا الكريم. ظاهرة عندما تكون لها انتشار، هذه الظاهرة عندما يكون لها انتشار جغرافي او حيز تنتشر به تصبح ظاهرة، كظاهرة المخدرات الان على سبيل المثال، لها واقع او لها انتشار على الأرض سواء كانت متعاطين أو تجار، وبالتالي هذه الظاهرة هذا يمكن أن نطلق عليها ظاهرة. الآن حالة الانتحار أو جريمة الانتحار على سبيل لتعبير أدق، هذه الجريمة لها انتشار كنا نسمع عنها في السابق أو نأخذها في البحوث والدراسات، الآن هذه الظاهرة لها انتشار سواء كان في وحالات كثيرة موجودة في مجتمعنا أو بلدنا أو البلدان الأخرى اللي سواء كانت مجاورة لنا أو بلدان العالم الأسرة. هذه الظاهرة السلبية تصبح الجغرافيا أو تصبح العالم هو عبارة عن جغرافيا واحدة، وخصوصا بعد التطورات التكنولوجية اللي أصبح الآن الفرد أنه يسمع بكل ظاهرة اللي تحدث في المجتمعات حتى وإن كان في أبعد نقطة عنها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي منتشرة وتنشر هذه الظواهر الإيجابية والسلبية في المجتمع. وبالتالي إنه عندما نقول ظاهرة يعني نقصد بها هي انتشار هذه الظاهرة سواء كانت الانتحار أو الظواهر الأخرى الموجودة في المجتمع. نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يحفظنا ويحفظ كل الناس حول الناس في العالم أجمع، لأن إحنا العالم هو عبارة عن رقعة جغرافية يستفيد منها الإنسان سواء كان بالعلم والتطور وبالعلاقات الاجتماعية والعلاقات المعرفية اللي هي تنعكس على العالم بأسره. بارك الله فيك دكتور مان، إذا ممكن بس تفتح هون شوية عن الأسئلة. اي نعم بس تشاهد الشات. اي نعم، كيف لنا ان نغير حالة اليأس في الافراد داخل المجتمع وتغيير حالاتهم؟ هذا ان شاء الله في يوم غد اكو المحاضرة او تكملة الجزء الثاني، عندنا موضوع راح نتناوله انه كيفية الحد من ظاهرة الانتحار. هذا راح تشمل خطوات متعددة منها مراقبة أو تعديل سلوك الأفراد اللي يمتلكون ميول نحو ظاهرة الانتحار. راح نتناولها إن شاء الله أستاذ محمد أو أستاذ رافد يوم غد إن شاء الله بشيء من التفصيل اللي هي توضح كيفية معالجة هذه الظاهرة داخل المجتمع وتغيير حالتهم والحفاظ عليهم من هذه الآفة التي هي كما نوهنا في المحاضرة هي تهدم الأسرة وتهدم المجتمع أكمل. كذلك أستاذ سعد قاسم هم نفس السؤال هو أو نفس الإجابة راح تكون، الأشخاص اللي يمتلكون ميول متطرفة، هذه الميول المتطرفة وهذه الأفكار اللي هي في أذهانهم ممكن أن نجري اختبار بسيط. مثلا على سبيل المثال عندما نعلم أو عندما نعرف ميول شخص يمتلك اليأس والاكتئاب بإمكاننا أن نجري له اختبار بسيط ونسأله هل ممكن أن تؤذي نفسك؟ هذا السؤال ممكن تسأل شخص الآن تقول له هل ممكن أن تؤذي نفسك؟ وكيفية ما هي الوسيلة اللي أنت راح تأذي بها نفسك؟ اللي هي ممكن نسأله بسؤال عام أو بسيط
ممكن نستنتج من إجابته، نستنتج من الإجابة مالته أنه أنت إذا كان لديه ميول نحو الانتحار، وما هي الطرق اللي في تفكيره وذهنه أنه راح يسلكها. هل بإمكانه أنه يتناول أدوية على سبيل المثال لينهي حياته؟ هل بإمكانه أنه يعمل على استخدام آلة حادة؟ هل بإمكانه أنه يستخدم أسلحة لقتل نفسه؟ وبالتالي نستنتج من إجابته، وبالتالي نعمل على إنشاء برنامج يتم مراقبة سلوكه ومعالجة المشكلات. هذا اللي يهتم به، تهتم به الأسرة بالبداية، وبعدين المجتمع يساعد الأسرة في معالجة هذه الظاهرة، وبالتالي الحفاظ على الفرد من الضياع. وبالتالي من حافظنا على الفرد من الضياع راح نحافظ على الأسرة، وبالتالي حفاظنا على الأسرة راح يقودنا للحفاظ على المجتمع بأسرة. إن شاء الله يوم غد راح نتناول هذه المفاهيم، هذه المفاهيم بشيء من التفصيل. أستاذ ياسر سائل، إيه نعم دكتور، لوسائل التواصل دور كبير في ازدياد هذه الظاهرة المنتشرة، فضلا عن زيادة تعاطي المخدرات، هي واحدة من النتائج لهذه المشكلات. مشكلة المخدرات هي ليست مشكلة صحية فقط، إنما هي مشكلة اجتماعية، وهي راح تقود الفرد إلى الهلاك ونهاية حياته. عندما يتوغل الإنسان، أو عندما يصل إلى نقطة النهاية بتعاطي المخدرات أو بتجارة المخدرات، هي راح تكون إحدى أفضل الوسائل اللي يستخدمها الإنسان في هذه النقطة هو الانتحار. وبالتالي إذا كان المجتمع رافض لفكرة المخدرات ويتم محاربتها كما هي اليوم مشكورة، السلطات الحكومية اللي أنشأت هيئات لمراقبة المخدرات تعمل على تفكيك هذه العصابات اللي تهتم بها، وبالتالي الحد من آثارها، ولا سيما أنه هنالك عصابات دولية تعمل على التجارة بهذه المخدرات. التجارة فقط ليس في الحصول على الأرباح فقط، إنما هو هنالك فئة من فئات المجتمع بالعالم هي المطلوب إنهاء هذه الفئة، وإنهاء تفكيرها، وإنهاء تقدمها، إنهاء هذه الأمم أو هذه الشعوب للسيطرة على الثروات الطبيعية. وما نعيش الآن صراعات موجودة في بلدان، خصوصا البلدان العربية والإسلامية اللي هي تمتلك الثروة وتمتلك القوة البشرية، إذا ما اتحدت الثروة والقوة البشرية سوف تصبح هذه الدول مؤثرة في خريطة العالم، وهذا لا يروق لكثير من الجهات الموجودة اللي تعمل على إضعاف هذه الدول. إذا كان نبحث عن دور المجتمع، دور المجتمع هو أستاذ سعد هو مهم جدا. المجتمع يساعد الأسرة في الحفاظ على الأب أو الحفاظ على الابن من خلال تقديم التسهيلات الاجتماعية. على سبيل المثال، كثير من المشاكل اللي يمر بها مثلا الأب بالأسرة هو مديون لشخص بمنطقته أو مدينته، بإمكان هذا الشخص أنه يصبر على هذا الشخص، إعطاء المجال، بإمكان الأشخاص اللي يمتلكون مؤسسات صناعية توفير العمل، فرص العمل لشباب هذه المدينة، وبالتالي تأمين مستقبل آمن لهم وابتعادهم عن كثير من المشكلات. إذا ما توفر العمل راح تتوفر القضاء على البطالة، وبالتالي القضاء على الفقر. إذا ما توفر على العمل راح نضمن حياة كريمة للفرد والمجتمع، حياة كريمة لكل المجتمع.
نتمنى لكم الخير إن شاء الله، وندعي الله سبحانه وتعالى أنه يحفظكم ويحفظ عوائلكم ويحفظ البلدان حول العالم. محمد ننهي. دكتور مهند، الإنجاب 6 هالات لتعريف الانتحار، جاوب على هذا السؤال. العفو، ما شفت هسه. تعريف الانتحار هو القتل العمد، انه الانسان يعمل على انهاء حياته متعمد. يعني مثلا انه انا هسه اخرج يصير حادث، هذا قدر الله سبحانه وتعالى. بانما انا اروح انه اجيب آلة حادة، استخدم آلة حادة في انهاء حياتي، اتناول كمية كبيرة من الحبوب في انهاء حياتي للتخلص من المشكلات اللي ذكرناها خلال المحاضرة. وبالتالي انه مفهوم الانتحار هو مفهوم إلى تعاريف متعددة. هذه التعاريف المتعددة في نهاية كل هذه التعاريف هو التعبير عن القتل العمد للإنسان، قتل الإنسان نفسه متعمدا مع كل الإصرار ومع كل وسائل التفكير اللي يمتلك. بارك الله فيك دكتور مهند، بارك الله فيك أستاذ إسماعيل، شكرا جزيلا لكم دكتور ودكتور إسماعيل على صديق المستقبل هذا الكم من الأسئلة والإجابة عن هذه التفاصيل الممكنة، وأيضا الشكر موصول لجميع حضور الاحترام حضور هذه الدورة على اهتمام الساعة 9 مساء للمحاضرة الثانية والأخيرة بإذن الله تعالى. نلتقي على خير وبركة إن شاء الله. شكرا جزيلا أستاذ محمد. شكرا جزيلا، بارك الله فيك، بارك الله بالحضور، وبارك الله فيك دكتور مهند. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونلتقي غدا بإذن الله تعالى في تمام الساعة 9 مساء، وأستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.